اتكلمنا المرة اللي فاتت في حلقة التواصل مع الأبناء عننا إحنا بابا وماما، إزاي ممكن أتواصل مع ولادي بشكل صح، وفهمنا معنى التواصل وإزاي أقدر أستخدم أدوات مختلفة في التواصل مع أولادي. تعالوا بقى الحلقة الجاية أو الجزء الثاني في حلقة التواصل مع الأبناء نعرف أنا كشاب، أنا كسن مراهقة أو شاب كبير، إزاي ممكن أتواصل مع بابا وماما بشكل صح. إيه ده؟ هو ده مهم؟ طبعاً مهم. تعالوا نعرف إزاي نتواصل مع أهلنا وناخد خطوات ناحيتهم. نعرف كمان هو ده مهم بالنسبة لي في إيه؟ ليه مهم أتواصل مع أهلي؟ ونعرف إزاي ما نفضلش ماسكين في شماعة أنتوا السبب، أنتوا اللي خليتوني كده، أنتوا اللي أذيتوني، وكمان أركز على أهدافي وغير من شخصيتي. كل ده هنعرفه في الجزء الثاني في حلقة التواصل مع الأبناء. تابعونا الجمعة الجاية في بيت على الصخر.